أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثالثة، السكن، الدرس الرابع والعشرون. فهم المسموع، التدريب الأول، استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. طالبة الأولى، مسحور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوحدة الثالثة، السكن، الدرس الرابع والعشرون. ثانيا، فهم الوحدة المسموع. الثالثة أتكلم. التدريب الأول، استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، الثلاجة في المطبخ. أي سورة؟ جيم. اثنان، الأريكة في غرفة الجلوس. ها ثلاثة، أسكن في شقة. واو سوري. واو اوبشن واو أربعة، السرير في غرفة النوم. حمزة. خمسة، أسكن في بيت. دال. ستة، السخان في الحمام. با التدريب الثاني، استمع ثم ضع علامة صحيحة في المربع المناسب. This time you have two options. There is a mistake in the first one. We'll start with the second one. أم الخطاب، مسحور. Yes. التدريب الثاني، استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، في الشقة أربع غرف. اثنان، أسكن في شقة. أي سورة، الأولى أو الثانية؟ Which picture, first or second? First. First. ثلاثة، أريد مشاهدة الأثاث. First. First one. أربعة، الشقة في الدور الأول. شكرا. First. السورة الأولى. خمسة، أريد سجادة. ثلاجة. سجادة.
سجادة. What is سجادة؟ الرق شوتي كادين سورة ثاني ثانية ستة. ثانية أريد أريك. سورة ثانية أريقة إف أم سورة ثانية جيون هيك السلام عليكم سر وعليكم السلام. You will tell me which picture is it, okay? التدريب الثالث. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد. أريد مشاهدة البيت. تفضل. هذا هو البيت. هذا بيت جميل. اثنان. أي صورة؟ Which picture؟ جيم. I will see Ba in the Ba who is saying تفضل. Now you will repeat the audio as well, okay? Listen the audio carefully. Okay. أين تسكن؟ Repeat. Do you hear me? Do you hear me? I think she has some. Yes, sir. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. أسكن في حي المطار. Repeat. أسكن في يلي البطار. في حي المطار. في حي المطار. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. لا She has some internet problem. Next student, Sara. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Which picture is this that you have just heard? It was ana taskunu fi ash-shaqqa ustad. So it is a picture dal. Hamza, hayy al-matar, he said, I live in the airport neighborhood. Okay. Airport area. حي المطار. ثلاثة. هل تسكن في شقة؟ Repeat. هل تسكن في شقة؟ نعم، أسكن في شقة. نعم، أنا أسكن في الشقة. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ ثمانية. ثمانية. أي سورة؟ سورة دال. دال. خلاص. أوكي. أربعة. أريد مشاهدة الأثاث. بيت. أريد مشاهدة الأساس. مشاهدة الأساس.
مشاهدة الأساس. تفضل. تفضل. هذا هو الأثاث. هذا هو الأساس. هذا أثاث جميل. هذا أساس جميل. أي سورة؟ سورة جيم. التدريب الرابع، استمع للسؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. This time you will listen to the question. Where is this? Miss Ho, do you have any question? No, no. Okay. Then after Sara and Miss Ho, your turn. Yes. التدريب الرابع، استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. ما رقم شقتك؟ أي سورة؟ ما رقم ذا؟ لا. جيم. لا. حمزة. لا، ما رقم مشقتك؟ Translate this into English. What is the meaning of ما رقم مشقتك؟ Anyone? شقة فلات. رقم. How many? Number. What is the How number many of numbers? your What is the number of your apartment? So which picture Okay. is for this question? I think. Oh, I think. Oh. Oh, okay. Oh. We can also say ha. Both are okay, no problem. ها اثنان، ما رقم بيتك؟ أي سورة؟ جيم. ثلاثة، ما رقم غرفتك؟ همزة. لا. Translate it. زا. لا. Translate it. ما رقم غرفتك؟ Translate it. How many rooms? What is the number of your room? What is the number of your room? So which picture? Number is written here. So this means this is the picture. Okay. So we will write three with to picture. And with ha we will write wahid. To picture. أربعة، كم غرفة في الشقة؟ ذا. Okay.
This is four. خمسة. في أي دور الشقة؟ Repeat the sentence. في دور أي إن في في أي الشقة. دور الشقة؟ On which floor is the apartment? So which picture? ذا Za. Za is the correct one. And so Hamza is the fourth one. And Za is the fifth one. Okay. So how many rooms Okay. are in the apartment? For that, this picture is better. Hamza. ستة. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Repeat the sentence. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Which picture? با سبعة. ماذا تريد للمطبخ؟ ماذا تريد للمطبخ؟ مطبخ. واو. ثمانية. ماذا تريد للحمام؟ ماذا تريد للحمام؟ تسعة. دال. ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: الطالب الأول يسأل أريد مشاهدة الطالب الأول يقول أريد مشاهدة الشقة. I want to see the apartment. الطالب الثاني يجيب تفضل. Yes please. هذه هي الشقة. Here it is the apartment. Next student, Huawei Y7 Prime. Jion Haika. Yes, Ustad. Sara. I have a question for you, Ustad. Yes. The sentence is Uridu Mushahidat al Shakka. Can I say instead of Mushahid, why is it Mushahid and not Uridu Ushahid al Shakka? You want to say Uridu Ushahid Ashaka? Yes, sir. Ush. I mean, what is the difference? Can I use Mushahida? Or I use Ushahid. We need a noun here. So if we use Ushahid, Ushahid is also a verb. So we Okay. can use two verbs together. If you want to Okay. use Ushahid, then you need Okay. to add the word an. An makes it a noun. Okay. So when you can Okay, say sir. Uridu أن أشاهد الشقة، then you can Okay. use it. Otherwise, no. Otherwise, it should be Mushahida. Yes. Okay, sir. So, can Read. I read this? Yes, read the example. أريدُ مشاهدة الشقة. تفضل، هذه هي الشقة. Okay. Next. الثلاجة، السرير، You need to make المرأة. the sentence. I want to Okay, see sir. the refrigerator. Okay.
أريد مشاهدة الثلاجة. And what will the Is second that person say? so second was I forgot what was the second Look at the example. can I just read yeah. تفضل okay تفضل هذه هي ثلاجة. You are a female, so the person will say تفضلي. تفضلي okay okay sir تفضلي هذه هي الثلاجة. okay تفضلي هذه ثلاجة هي الثلاجة. هي الثلاجة. Next. أريد مشاهدة السرير. تفضل هذا السرير. You are a female, so the person أوكي will say to you. تفضلي تفضلي Yes. هذا السرير. هذا هو السرير. هو السرير. أوكي سا. أريد مشاهدة مشاهدة المرآة. مشاهدة المرآة. مشاهدة المرآة تفضلي هي هذه هذه مرآة هي المرآة. هي هذه هي المرآة. أريد مشاهدة الفرن. مشاهدة الفرن. مشاهدة الفرن تفضلي هذا هو الفرن. Is that correct? Yes. Okay. أريد مشاهدة الأريكة. تفضلي هذه هي أريكة. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال الطالب الأول يسأل ماذا تريد؟ What do you want؟ الطالب الثاني أريد ستارة. I want a curtain. بارش. السلام عليكم سر. وعليكم السلام. You are first student, Miss Hoor. You are second Yes. student. Read the Okay. example. Zarish, start. ماذا تريد؟ أريد ستارة. ستارة. Next, Zarish. الأريكة. You need to ask the الأريكة. question, what do you want? يريد الأريكة. No, what do you want? ماذا تريدين? Repeat. ماذا يريد؟ ماذا تريدين؟ کیونکہ حور خاتون ہے تو خاتون سے ہم کہتے ہیں تريدين. ماذا تريدين؟ حور answer. أريد أريك. تريد فرنا؟ No. What do you want? ماذا تريد؟ أريد فرن فرنا. أريد فرنا. داريش ماذا تريد؟ تريدين. ماذا تريدين؟ أريد سخانا.
ماذا تريدين؟ أريد سجادة. ماذا تريدين؟ أريد مرآة. ماذا تريدين؟ أريد ثلاجة. ماذا تريدين؟ أريد سريرة. ماذا تريدين؟ أريد ستارة. أعطي جملا كما في المثال. Bring sentences like in the example. أسكن في هي الجامعة. I live in the university neighborhood. أسكن في شقة جميلة. I live in a beautiful apartment. Next sentence you will make according to the first word. الشقة في الدور الخامس. The apartment is on the fifth floor. Second sentence you will make according to the second word. الجملة الثانية أنت ستصنعين حسب الكلمة الثانية. في شقة خمس غرف. In the apartment there are five rooms. Huawei Y7. John Haika. Yes, sir. Read this video. أسكن في حي الجامعة. Next. أسكن في شقة جميلة. Next. أشكو في الدور الخامس. جيون هايكا، try to recite this. Yes, sir. First read أعوذ بالله بسم الله then try to read this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم No, وأموال no, وعشيرتكم yes. وأموال Look. اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن مساكين ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى فتربصوا
يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوم الفاسقين. سارة يس أستاذ. لا Read this word. لدي لدى لدى لدي لدي I have لدى لدي your is the word لدى لدي فوت. لدى the word is لدى Okay, it لدى has to be pronounced لدى أستاذ، not لدي لدي. لدي is a different word. لدى is a Okay. different word. Okay, لدي sir. لدي لدي third. لدي عراقي عراقي. أصبح يصبح أصبح. أصبح is to become or عراقي begin. Yes. One. عراقي أصبح يصبح Fourth. أصبح يصبح لدي is second. Are you sure? لدي لدي third option لدي is the correct option. لدي I have مكان أماكن مكان. أمكن لدى مكان is so which one is it؟ مكان لدى لدى describing لدى. لدى. Okay. لدى So what is the meaning of لدى sir؟ I'm sorry, I know only لديا. لدى is لدى with by. okay. مكان the first one. مكان أماكن أمكن صار يصير صار is to become عراقي happen. Third عراقي to become is begin. صار صار يصير أصبح to become happen or begin. Third one. أصبح يصبح The أصبح fourth one. يصبح Okay, sir. أصبح لدي لدي is I have first one. لدي صار يصير يصير is to carry bear or transport. Fourth one, sir. Are you sure? Yes, sir. صار Sir. يصير Wrong answer. صار Okay. يصير Sorry, sir. Next. Which option, anyone? Third. أصبح يصبح مكان
أماكن، أمكنة. Anyone. Place, location, position, role, post. مكان، أماكن، أمكنة. تبان صباح كاري بير لا صباح second أصبح، villain يصبح، villain begin لدي، لدي I have second لدي. second I have عراقي عراقي عراقي. قلت يصير يصير third to صار، begin أصبح يصير أصبح يصبح مكان place location مكان، أماكن، fourth أمكنة. fourth صار third to be second second صار، to يصير begin لدى. first what لدى no third لدى no لدى لذا لدى. لذا See you all next time, inshallah. If anyone has any question, they can ask me now. Sir, I'm sorry. Could you just brief me on the difference between ladaya and lada? I'm Ladaya a little mean I confused. have, and lada mean with. With, okay, sir. Near. Bye. Thank you so much, sir. It's okay. Anyone else? Lada is ladaya with means ladaya we mean have. I have. Ladaina means we have. We have. Correct. Okay.